خلونا نروح لحدوتة تانية بس من الغردقة، من البحر الأحمر. عندنا جمهورية مصر العربية لأول مرة الدولفين ريزو النادر يظهر بشواطئ مدينة الغردقة. دولفين نادر، أنا مفهمش الحقيقة طبعا في الحياة البحرية، لكن الخبر بيقول أنه ده واحد من أنواع الدلافين شديدة الندرة ظهرت عندنا في الغردقة. أنا بعتبر يعني بعيدا عن العلم أن دي حاجة كويسة جدا، نتمنى بس أن مفيش حد يحاول يصطاده زي اللي راحوا اصطادوا سمكة نابليون كده. وأتمنى أن كل المعنيين بهذه الأمور في البيئة وفي علوم البحار وحاجات زي كده يتأكدوا أن الدنيا تبقى ماشية تمام، لأنه الحكاية عمالة بتزيد، يعني البجاحة بقت غريبة جدا. ربنا يستر. احنا معانا الدكتور محمود حنفي، أستاذ علوم البحار ومسؤول جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا، مساء الخير لحضرتك. مساء النور يا دكتور. أنا بس هستأذن إن زملائي يعلوا الصوت حبتين لأن صوت حضرتك بعيد حبتين أو ثلاث حبات يا جماعة. قريب كده كويس؟ وهم هيرفعوا الصوت كمان من عندهم. دكتور، يعني حضرتك طبعا صاحب العلم في هذا الموضوع، الدولفين ده اللي أنا فهمته إن هو نوع نادر. هو حقيقة نوع الدولفين ده هو مش نادر حقيقي، يعني هو الأنواع النادرة دايما بتبقى موجودة في لسات عالمية، اللي هي الانواع نادره، انواع مهدده بالانقراض، لكن ده مش من الانواع المدرجه من الانواع النادره. لكن هو ندرته هو وجوده في الشاطئ في الجزء بتاع الغردقه، الجزء الشمالي من ساحل البحر الاحمر المصري. هو عاده احنا في الجمعيه اللي حضرتك قلت عليها، جمعيه هبكه، احنا عملنا سيرفي او عملنا مسح علمي يمكن سنه 2012 2013، ومن حوالي 90 تجمع للدرافيل في المنطقة الجنوبية كان منهم 13 من هذا النوع. فهو نوع موجود في الجنوب بس ما بيطلعش للمنطقة الشمالية بتاعت الغردقة. يعني ظهوره في الحتة دي هو اللي نادر. هو اللي نادر، لكن مش الدولفين اللي نادر. كتصنيفه هو مش من الأنواع النادرة أو الأنواع المهددة بالانقراض، لكن بيوجد في المنطقة الجنوبية بشكل كبير، يعني المنطقة اللي هي جنوب برانيس. طيب ده 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 يمكن يخليني ان انا افتح مع حضرتك موضوع اكثر اتساعا، مساله الحياه البحريه في البحر الاحمر. انا لاحظت كان من حوالي اسبوع 10 ايام وكنت بتكلم على خبر انه للاسف في ناس بتنزل تصطاد انواع نادره من الاسماك ومعرضه للانقراض، ولقينا سمكه نابليون في سوق السمك. تمام. ده طبعا انا لو في متسع من الوقت ان انا اقول بس يفهم المشاهدين ما هو التنوع البيولوجي، ما هي الانواع، ايه اهميتها. هي مش قيمه، يعني مش مجرد احنا بنتكلم على رفاهيه ولا حته علميه فقط، لكن ده اقتصاد كل الدول. والتنوع البيولوجي ده حين استخدامه بشكل مستدام هيفضل مستمر، يعني ده الانواع او المصادر البيئيه الحيه اللي بنقول عليها زي انواع زي نظم بيئيه، دي في حاله ان انا بستخدمها اقتصاديا بشكل مستدام هتفضل فوريفر، هتفضل طول العمر موجوده، يقدر الاجيال في اجيال تسال. لكن اي حاجه تانية مستنزفه، يعني حتى لو منجم ذهب بيخلص، لو بير بترول بيخلص، ده النقطه بس اللي عايز. فبالتالي التنوع البيولوجي ده في البحر الاحمر بيمثل قيمه اقتصاديه كبيره جدا. وطالما سيادتك بتتكلم على الدرافيل، انا هدي مثل بسيط جدا. اتفضل. جينا عملنا تجربه لمجموعه من الدرافيل عايشه في منطقه في امام مدينه مرسى علم، اسمها الشعب صمداي او مرسى صمداي او بنقول عليها بيت الدرافيل، بيعيش فيه 40 دولفين في المتوسط. الدولفين ده بيصطاد بالليل ويرجع يريح في المكان ده بالنهار. عملنا خطه اداره له. هذا الموقع قيمه الدرافيل قدرت فيه الفلوس اللي بيدخلها لمصر بشكل مباشر سنوي 91,000 دولار. الدرافيل الواحد. والدرافيل الواحد خلق 15 وظيفه. الوظيفة الواحدة عشان الدولة تعملها من 30 ل 35,000 دولار، دي قيمة اقتصادية للتنوع البيولوجي. يعني شايف حضرتك يعني حتة ظهور الدولفين ده في منطقة ما بيظهرش فيها زي البحر الأحمر، عملت أكبر من أي إعلان سياحي ممكن، الناس بتتكلم فيها كتير. لكن ففكرة التنوع البيولوجي والاستنزاف بالشكل اللي سيادتك بتقول عليه زي سمكة نابليون، سمكة نابليون دي مدرجة من الأنواع المهددة بالانقراض في العالم. واللي مصر موافقه على الاتفاقيه دي، فبالتالي يجب بل الزاما علينا كمصريين ان احنا نحافظ عليه، والقانون بيمنع هذا. لكن هل ده يعني نوع في الفتره الاخيره زادت الانشطه دي؟ وبرضه هقول لحضرتك ليه.
يعني بعد الركود نتيجه لكورونا والكلام من ده، كتير جدا في النشاط في العاملين في مجال السياحه بيتجهوا لانشطه ثانيه علشان يلاقي اي مورد رزق. فزاد الضغوط على الموارد دي بالشكل ده. يعني نتمنى على الله ان هو الامور تتحسن والناس يرجع عملها، لان التنوع البيولوجي ده ثروه قوميه كبيره جدا. والله يا دكتور يعني هي المساله تحسب بطريقتين، في زي ما حتى كنت بتتكلم على مسألة أنها ثروة وتدر دخل وتفتح فرص عمل، وفي حاجة يمكن حضراتكم كمان كعلماء مهتمين بيها، هي مسألة أن التنوع البيولوجي بيضمن حياتنا على الكوكب أصلا حتى لو ما فيش فلوس. ده الحاجة الأسمى والأعلى والأكثر خطورة، أن هو لا يمكن الإنسان يقدر يعيش على الكوكب بدون هذا الاتزان اللي موجود في الكوكب. أنه عدم وجود أي اتزان ووجود أي خلل بيئي لدى نباتات أنواع مختلفة من الحياة، في النهاية خلص هو بيأثر عمر هذا الكوكب يعني. بالضبط، يعني زي ما أنت شايف وتسمع كتير على ظاهرة تغير المناخ وما يحدث فيها. طبعا. نتيجة أن احنا في خلال 200 سنة بنحرق كم من البترول، فضل 3 مليار سنة يتكون في الأرض. ده كله عباره عن ثاني اكسيد الكربون او اكسيد الكربون وكل الحاجات دي اللي هي عملت خلقت على الارض، عملتها زي صوبه، فبالتالي درجه الحراره بتعلى على الارض. بعض العلماء بيتوقع ان قد يحصل انقراض كبير، قد يكون الانقراض الخامس في 2100. ده الامور دي مش سهله على حياه، يعني حياه البني ادم نفسها مهدده، وبدا كل الدول تنظر لهذا. صحيح. لكن لو رجعنا على البحر الاحمر، البحر الاحمر ده حاجه فريده جدا، ولازم نعرف ان هو يعني مورد، يعني ده المخزون الاستراتيجي لمصر في فكره التنوع البيولوجي علميا وبيئيا واقتصاديا واخلاقيا. صح يعني 100%. لا سيادتك لما تتكلم على الشعاب المرجانيه، الشعاب المرجانيه اللي عندنا في الجزء المصري قد تكون اخر شعاب مرجانيه موجوده على وجه الارض لو حصل الانقراض الكبير. ياه. فلها قيمه، لها قيمه عالميه. ده علميا اثبت هذا، انها اكثر تحملا لارتفاع درجات الحراره. يعني استراليا في 2017 35% من الشعاب المرجانيه فيها حصل لها حاله بيضات. كنت لسه اقول لحضرتك ان الحيد البحري او الحيد المرجاني اللي موجود في استراليا ده الاكبر عالميا، فلما بتقولي على موضوع ان البحر الاحمر قد يظل الشعب اللي فيه او الشعاب المرجانيه اللي فيه هي اللي ممكن تظل مستمره في حاله وجود انقراض عظيم، ده احنا بالضبط. هنا بنتكلم على يعني ده اخر شعاب مرجانيه ممكن تتاثر بالعمليه دي، والتجربه اثبتت هذا. 2017 حصد جزء كبير جدا من مساحات الحيود المرجانيه اللي موجوده في استراليا وفي المناطق الاستوائيه، حصل فيها ما يعرف بالبليتشنج اللي هي البيضان بتموت 35%. احنا عندنا في مصر لم تتاثر. العلم اثبت ان هي الشعاب المرجانيه او المرجان اللي عندنا اكثر تحملا لهذا، فممكن تيجي في مرحله يبقى هو ده اخر مورد للشعاب المرجانيه في العالم، فده بيحط علينا تحدي اكبر ان احنا نحافظ على الشعاب المرجانيه واتزانها البيئي والتنوع اللي موجود فيها. صحيح. الشعاب عندنا ذات قيمه عالميه، قيمه عالميه انسانيه. فده من الحاجات الاساسيه اللي لازم ننظر فيها، باسلوب التنميه يكون ازاي؟ في اسلوب استخدام هذه الموارد ازاي؟ في البعد على استهلاك هذه الموارد بالصيد، لان احنا بنواجه مشاكل كبيره جدا في الصيد. أنا مش عايز الشعب بعيد عن الموضوع، لكن حتى الدرافيل دي ذات مورد اقتصادي كبير جدا. صح. ده أنا بكلم حضرتك على قيمة الدرافيل، ده في أحد موقع من 4 مواقع موجودين في البحر الأحمر، مشاهدة الدرافيل فيها بتعتبر أحد الأنشطة السياحية الكبيرة جدا واللي بتدر دخل كبير جدا على مصر. صحيح. أنا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر ليك دكتور محمود حنفي أستاذ علوم البحار ومسؤول جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر. عارفين كنا زمان كده يعلمونا شوية حاجات، لما بدأ يحصل عملية اهتمام عالمي بمسألة البيئة في مصر تحديدا يعني، فكان يقول لك إنه لو انتهى النحل من العالم تنتهي الحياة على ظهر الكوكب. وده بجد ليه بقى؟ النحل هو المسؤول زي ما حضراتكم أكيد عارفين، هو مسؤول عن نقل حبوب اللقاح، وبالتالي هو اللي مسؤول عن تزاوج النباتات مع بعضها البعض، وبالتالي استمرارية وجود النبات. في حال عدم وجود نحل يستحيل وجود النبات، ولو استحال وجود النبات أصبح مفيش امتصاص لثاني أكسيد الكربون ومفيش إنتاج للأكسجين، فحضرتك هتلاقي نفسك الكوكب يتحول إلى ارتفاعات مركزة من ثاني أكسيد الكربون، نختنق جميعا، لا يعيش الكوكب عليه أي كائن حي، فينتهي هذا الكوكب.
ويبقى السلام عليكم والسلام ختام، ولا في برنامج التاسعة ولا حاجة. يرضيكم ما يبقاش في برنامج التاسعة في يوم من الأيام بسبب صيد النحل؟ استحالة. دي بتحكوا أحرار.